كوني بشر. يا فرح يا حب فعلوني بشر. اشتريت بما بشرت الأحلام نادت للعمل. ونعلي البنيان يا دانة البلدان. ونعلي البنيان يا دانة البلدان. في دول ترابج لترابج عمرنا يا قطر. عمرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بكل خير وصحة وعافية مشاهدينا ومستمعينا الكرام. صباح جديد يجمعنا وياكم في برنامج الصباح رباح، نواكب فيها عدد من المواضيع والفعاليات المختلفة. البداية مع أبرز العناوين. سمنة أطفال أضرارها وكيفية علاجها. فعاليات معرض المنتجات الزراعية والعسل المحلي في سوق وقف. ومن ضمن فقراتنا اليوم أيضا مشاهدينا الكرام راح تتابعون فن العطور في غراس الفرنسية، مهارات تناقلتها الأجيال منذ قرون. ونوع بري نادر من النحل في غابة في بريطانيا. من عناوين حلقتنا خلونا نتعرف معكم على سؤال التفاعل اليوم. أذكر الإيجابية في ثلاث كلمات، راح نستعرض مشاركاتكم الموجودة على تواصل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان. أيضا من خلالها تقدرون تتواصلون معنا لأي اقتراح أو استفسار. عندكم إيميل برنامج أو هاشتاج برنامج الصباح رباح. أما الآن نتعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم.
وللمزيد عن حالات الطقس تنضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي سارة النعيمي من إدارة الأرصاد الجوية. صبحك الله بالخير سارة، ولو تطلعينا على أحوال الطقس لليوم. يا هلا ومرحبا، سعد الله صباحكم. في البداية بالنسبة لأجواءنا لليوم، حسب آخر تحديثات الحالة الجوية لليومين القادمين، في البداية لا يوجد أي تحذير لليوم على الساحل، أما داخل البحر بنصدر تحذير بالرياح القوية والأمواج العالية. وعن الغد لا يوجد تحذير على الساحل، أما في عرض البحر تحذير بالرياح القوية المتوقعة والأمواج العالية. وعليه نوصي بالجميع تجنب الأنشطة البحرية وضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع النصائح والإرشادات عبر حساباتنا الرسمية. أما عن أجواءنا لليوم، معتدل نهارا وغبار خفيف أحيانا. أما الغد معتدل الحرارة نهارا مع غبار خفيف وبارد نسبيا إلى بارد ليلا. وعن الرياح لليوم بشكل عام، تتراوح ما بين 7 إلى 17 عقدة وتكون شمالية غربية مع هبات تصل 22 على بعض المناطق أحيانا. والغد شمالية غربية من 3 إلى 13 تصل 16 عقدة على بعض المناطق أحيانا. بالنسبة لدرجات الحرارة، سجلت أقل درجة على مدينة الدوحة لليوم 19 درجة، متوقعينها توصل 27 درجة مئوية. حالة البحر الموج اليوم بشكل عام بيتراوح ما بين 2 إلى 5 قدم على الساحل، ومن 3 إلى 6 يرتفع ل 8 أقدام داخل البحر. وبكرة بيكون من 1 إلى 5 قدم على الساحل، ومن 3 إلى 6 يصل 8 أقدام في عرض البحر. هذا والله أعلم، دمتم في حفظ الله ورعايته، مع تحياتي إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. سارة النعيمي من إدارة الأرصاد الجوية، شكرا. من علوم الجو إلى جولتنا المعتادة في جرائدنا، مع جرائدنا الصادرة صباح اليوم بصوت الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر قراراً أميرياً بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. من جانب آخر، بحث سموه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحداث أوكرانيا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. الدكتور سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: الجامعة تساهم في زيادة الكوادر الوطنية في المجالات التطبيقية، وهناك برامج أكاديمية جديدة في خريف 2022. أطباء: كورونا في استحارة محارب، ونعول على الإجراءات الاحترازية، مؤكدين صعوبة التكهن بالمرحلة المقبلة للفيروس. 5 طلاب بمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين نجحوا في ابتكار نظام ري حديث مستدام مرشد للمياه، ويناسب بيئتنا ويساهم في زراعة الورقيات في المنازل. ننتقل إلى صحيفة الراية. سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير رئيس مجلس أمناء جامعة قطر ترأس الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء الذي وافق على إعادة هيكلة المنح التنافسية بجامعة قطر وإنشاء برنامج الدكتوراه في التربية. مركز الإنماء الاجتماعي نماء يدشن برنامج التدريب المهني الاجتماعي بالتعاون مع الإسكوا، ويهدف البرنامج لتطوير الطاقات الشبابية. مريم العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية. مع اقتراب اليوم العالمي للسمنة الذي يصادف يوم 4 مارس، أطباء يحذرون من وجود 12 مرضاً خطيراً ومزمناً مرتبطاً بالسمنة. إلى صحيفة العرب. فعاليات مكتبة قطر الوطنية تحتفي بالتراث الشهر المقبل، وتستضيف خبراء في علم المخطوطات العربية والإسلامية. سدرة للطب ينقذ حياة طفلين ويكتشف شكلاً جديداً لالتهاب الأمعاء.
مؤسسة حمد الطبية تبدأ استخدام العلاج النووي للأورام لأول مرة. قطر تستضيف 5 بطولات عالمية لكرة الطاولة. إلى صحيفة الوطن. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، متاحف قطر تفتتح متحف قطر الأولمبي في 31 من مارس المقبل. أشغال: إنجاز 85% من تطوير طريق الوكير وتحويل دوار المركز الصحي إلى إشارة ضوئية. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إعلان قائمة المدارس المشاركة في المسابقات الدولية التي تقام في أمريكا وماليزيا والكويت. مركز اتزان للتدريب الإداري ينظم فعالية بيئية بروضة وادي السعد بمناسبة يوم البيئة القطري. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعلن إغلاق مركز التطعيم في لوسيل بعد انخفاض عدد الحالات. حملات الحج والعمرة القطرية تعلن بدء استقبال حجوزات العمرة وارتفاع تكاليف عمرة موسم رمضان المقبل بنسبة 20%. مكتبة جامعة قطر تنظم جلسة تعريفية للطلاب الراغبين بالدراسة في أمريكا. دار التقويم القطري كوكب عطارد يصل إلى أبعد نقطة من الشمس صباح اليوم. ومن الأخبار المحلية لأخبار العالم، وبالتحديد من بريطانيا، ونوع بري نادر من النحل في غابة بقى في منأى عن المخاطر، فقد كان يعتقد أن هذا النوع من النحل انقرض بسبب الأمراض والمبيدات الحشرية والمنافسة مع أنواع أخرى. نتابع. I came in with a very little expectation, probably built on what people normally talk about, that the bees have not survived Varroa, have not survived disease, things like that. So I thought if I found 6 to 10 colonies that we would potentially have a living population. Okay, so there's a nest over there. There's a bee going in. Anybody see that? So, yes. Okay, so you're getting directional flights. Sure. Look! 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 ومن العسل إلى العطور، وإلى منطقة غراس في جنوب شرق فرنسا، وفن إعداد العطور مهارة توارثها الأجيال منذ 3 قرون. خلينا نشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في منطقة غراس في جنوب شرق فرنسا يعد فن إعداد العطور تقليدا تتناقله الأجيال منذ 3 قرون. هنا في مزرعة تعود إلى العام 1840 تحصد يدويا أزهار روزا سنتيفوليا التي تبعث رائحة لطيفة على امتداد 6 هكتارات. Alors ce rosier là a vraiment une particularité. تتمتع هذه الأزهار بميزة خاصة، فهي تزرع خصوصا من أجل رائحتها المميزة، وهي متوازنة للغاية ولطيفة ومخملية. Très particulière. Très équilibrée, très agréable et très veloutée. وفي نهاية صفوف الورود يقع مصنع يسمح بمعالجة الزهور في غضون ساعة بعد القطف. إن قمت بتخزين الوردة ستخمر بسرعة، لذا يجب معالجتها بأسرع وقت ممكن. لذا نتبع قاطفي الزهور ونعالجها مباشرة بعد قطفها.
هذه السلسلة المتواصلة من الزهرة إلى الزجاجة صامدة بفضل العطور القديمة التي لم يشأ العطارون أن يغيروا في مكوناتها. ورفعت فرنسا ملف المهارات المرتبطة بالعطر في منطقة غراس إلى اليونسكو في آذار مارس 2015 لتدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. وقد أدرجت هذه المهارات في قائمة التراث غير المادي في فرنسا في العام 2014، إلا أن اعتراف اليونسكو قد يحتاج إلى سنوات عدة. وإلى فرنسا أو بنما، من فرنسا إلى بنما، وبالتحديد بونجيشا البنمي الذي يباع بأسعار خيالية بسبب جودته العالية، يعد من أغلى أنواع البن في العالم، حيث يصل سعر الجرام الواحد تقريبا إلى 2.5 دولار. خلينا نشوف معكم هذا التقرير. We're a specialty and a luxury item, and that's our niche. That's our niche in the market, and we have a market for that in Asia, but it's opening all over the world. ونرجع للدوحة وللأخبار المحلية، ومباشرة مع زميل سلطان النعيم اللي متواجد حاليا في الذخيرة وفعالية إطلاق أسماك غابة المنقروف. صباح الخير سلطان، شلون الأجواء الصباحية عندك؟ نعم زميلتي، نصبح عليك وعلى مشاهدينا ومستمعينا الكرام. تحتفل دولة قطر في 26 من فبراير من كل عام بيوم البيئة القطري بهدف تسليط الضوء على جهود حماية البيئة انطلاقا من رؤية قطر 2030 خاصة الركيزة البيئية الرامية لتحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ومن أجل ضمان مستقبل مستدام قد نظمت الوزارة مجموعة متنوعة من الفعاليات البيئية، من ضمنها الفعاليات التي تشهدها اليوم وهي إطلاق أسماك بغابة المنقروف مع جولة بيئية تعريفية. الحديث أكثر يسرنا يكون معنا السيد فرهود الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة. يا هلا ومرحبا فيك يا بسعيد، وقل لنا عن أهمية تخصيص يوم البيئة القطري وأبرز الفعاليات التي انضبطت هذه الوزارة. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، يوم 26 هو يوم تحتفل فيه دولة قطر بالبيئة، والبيئة تعتبر الركيزة الرابعة من رؤية قطر 2030، ولها أهمية كبيرة للمحافظة عليها ولاستدامتها. وطبعا تخصيص اليوم هذا إن شاء الله يعني على طول السنة، لكن احنا نخصص هنا التركيز لرفع الوعي والاهتمام، تسليط الضوء على الإنجازات اللي قامت فيها الوزارة والجهات ذات العلاقة لحماية البيئة والمحافظة عليها. وتمت الحمد لله يعني عدة فعاليات متنوعة، في كان فعالية في تاريخ 24 قبل اليوم البيئي في محمية سيلين، ويوم 26 كانت في محمية بروق فعالية، وكذلك اليوم في محمية المنقروف في فعالية. طبعا الفعاليات كل فعالية لها هدف ورسائل نوجهها للمعنيين المهتمين بالبيئة وللنشطاء للمحافظة على البيئة وتنميتها. اليوم لاحظنا عندكم فعالية إطلاق السمك، يعني قل لنا ما الهدف منها؟ اليوم في إطلاق أسماك في المحمية، إطلقنا جزء منها حاليا في المحمية في الجزء اللي احنا متواجدين فيه حاليا، وبيتم إطلاق في نواحي الجزيرة اليوم إن شاء الله 10,000 من أسماك الهامور و 10,000 من الشعم. والهدف الأساسي من إطلاقها اللي هو زيادة المخزون السمكي، طبعا هذا بالتعاون مع الأخوان في وزارة البلدية، مركز الأحياء المائية، وتعاونوا معنا يعني مشكورين وزودونا بالأسماك والإطلاق لزيادة المخزون السمكي، وكذلك أن الطبيعة والبيئة اللي هنا تساعد على أساس التنوع البيولوجي اللي موجود في الجزيرة، وزيادة كذلك يعني الأحياء المائية الموجودة.
الأخ فرهود، لو نتكلم عن ليش اخترتوا غابة المنغروف؟ يعني أنتوا قلتوا فعاليات كثير، لكن هذه الغابة ركزتوا فيها أكثر وأطلقتوا فيها الأسماك. تركيزنا أول شيء أنها محمية، بعدين المنطقة ما شاء الله يعني الأشجار الموجودة فيها تعتبر بيئة مناسبة لحماية الأسماك على أساس أنها تقدر تكاثر وتنمو في هالمنطقة هذه، وكذلك منطقة غذاء لها لأن تعتبر يعني غنية بالغذاء، وكذلك أن نعمل التوازن البيئي الموجود في الجزيرة ومحافظة عليه، وكذلك يعني زيادة اللي تعتبر كوجهة سياحية الجزيرة، فالفعاليات اللي فيها تكون يعني نسلط على أهمية الجزيرة من ناحية البيئية ومن ناحية السياحية. نعم أبو سعيد، الحين لو نتكلم عن جهود الوزارة خصوصا في غابة المنغروف، هناك فعاليات كثيرة، العالم هنا يتريض، عندهم يمارسوا رياضتهم اللي هي رياضة الكياك، شلون تنسقون وتحافظون على البيئة في نفس الوقت مع ممارسة الناس لهذه الرياضة؟ بالعكس يعني هي تعتبر مثل ما قلت هي وجهة سياحية، واحنا هدفنا تنمية السياحة البيئية في الدولة، ف يعني احنا الناس الموجودين هنا اغلبهم يعني عندهم وعي بيئي ويحافظون على البيئة ويمارسون هواياتهم بدون الاضرار بالبيئة، وهذا الشيء يعني الحمد لله لمسناه من كثير من زوار المحمية وكذلك حتى اللي متواجدين اليوم، فهذا يدل على الوعي وعلى الثقافة البيئية الموجودة لدى مرتدين المكان هذا. لكن بعد في نفس الوقت يعني الوزارة تعمل على تنمية الجزيرة والمحافظة عليها ومراقبتها يعني بشكل دوري على أساس أنه ما تكون في أي سلوكيات ضارة بالبيئة. يعني نقدر نقول أن هناك برامج توعوية كثيرة لمرتدين هذه الجزيرة والأماكن المحمية أيضا؟ نعم، من خلال سواء الرسائل اللي في السوشيال ميديا أو من خلال التعريف بالمنطقة، وهذا دورنا يعني بيكون على عاتقنا في الفترة الجاية بيكون أكثر أن احنا نوصل رسائل بطريقة أو بصورة مكثفة، لأن اليوم يعني قد يكون فيه يعني عدم معرفة وعدم المام بالضرر اللي ممكن يقع على البيئة سواء كانت في المحمية المنغروف أو في أي مكان ثاني يشكل يعني من المحميات أو من البيئة بشكل عام، وهذا دورنا احنا كرفع الوعي ونشر الوعي ونشر الثقافة البيئية بين شرائح المجتمع المختلفة، فهذا دور الوزارة، والوزارة تعمل على هالدور إن شاء الله، وراح تزيد الجهود في المرحلة القادمة. يعني لا تنسى احنا مقبلين على حدث عالمي في الفترة القريبة، فلازم يعني نكثف الجهود ولازم نزيد الوعي، لأن راح يجونك ناس وراح يستمتعون بهالطبيعة اللي موجودة عندك، فلازم انك تحافظ عليها سواء أثناء الحدث أو بعد الحدث. شكرا لك. العفو، طال عمرك. أعزائي المشاهدين، كان معنا السيد فرهود الهاجر مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة. ما قصروا صراحة، توعية وأيضا قدموا رسائل كثيرة، نشوفهم نزلوا للبحر وقاعدين بهذا الكياك أو القارب اللي يتم تجديفه ونزلوا وأطلقوا الأسماك هذا اليوم. هذا ما لدينا من غابة المنغروف، ونرجع لكم إلى الاستوديو. نشكر سلطان وضيفة الكريم، أكيد أضيف على كلام ضيفك، قال وعي وثقافة وأخلاق، كل المخيمات الكشتات أنت مسؤول عن أنت شنو تترك وراك، وأنك تخلي المكان نفس ما استلمته، أو حتى لو كلنا جينا ورحنا مكان وحصلنا بعض المخلفات وإحنا شريناهم، غير الأجر غير أنك تحافظ على البيئة. فاصل مشاهدينا ولا نعاده. أول من حصل على براءة اختراع للهاتف الكهربائي هو ألكسندر غراهام عام 1876، وكان تصميم الهاتف الأصلي عبارة عن نسخة معدلة من التلغراف. أرحب فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا، ما زلنا معكم في برنامج الصباح رباح والبدانة أو السمنة والمشاكل المتعلقة بها في هذا التقرير.
خلال السنوات الأخيرة وصلت أعداد حالات السمنة لدى الأطفال والبالغين في العالم إلى حد الوباء، ويعاني ربع البالغين اليوم من السمنة، وهناك تقديرات بوصول هذه النسبة إلى النصف لدى المراهقين خلال العقد القادم. تعد السمنة في مرحلة الطفولة أمراً مقلقاً، لأن الوزن الزائد غالباً ما يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل الصحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، كما تؤدي السمنة لدى الأطفال إلى ضعف الثقة بالنفس والاكتئاب، فضلاً عن التأثير السلبي على التحصيل العلمي. لذلك يحتاج الطفل إلى اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب زيادة النشاط البدني لتخفيف الوزن بشكل تدريجي. وفيما يأتي بعض الطرق لعلاج السمنة عند الأطفال: تعديل النظام الغذائي للطفل، الابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون، الابتعاد عن الحلويات والسكريات، تناول الفواكه والخضروات يومياً، التقليل من حضور التلفاز والحاسوب، ممارسة النشاط الرياضي. خطوات بسيطة يجب على الأهل الاهتمام بها واتباعها لمساعدة الأطفال المصابين بالسمنة للعودة إلى معدلات وزن طبيعية، وهي نفسها الخطوات التي تساعد على الوقاية من السمنة لجميع الأطفال والمراهقين لينعموا بحياة صحية جسدياً ونفسياً. ونبقى مشاهدينا معكم في نفس الموضوع وموضوع بدانة الأطفال تحديدا. معنا مضي الهاجري، مدير خدمات التغذية العلاجية والمجتمعية في مؤسسة الرعاية الأولية. صباح الله بخير. صباح الخير، صباح الصحة والنشاط على الجميع وعلى قناة الريان وأسرة قناة الريان وجميع مشاهدينا. يا هلا مرحبا فيك. موضوع بدانة أو سمنة الأطفال، ما أعرف أيهم أصح لغويا، ولكن أتوقع أنها السمنة أعلى من البدانة. كلنا نعرف يمكن أن في أسباب تؤدي لها وأنها تسبب أمراض، ومن بينها يعني واحدة من أخبار الجرائد اليوم أنها تسبب منتجات نقلات أتوقع 12 مرض، ذكرتني بالخبر. فقولي لنا أهم الأسباب اللي فعليا اللي قاعدين نشوفها اللي تؤدي إلى بدانات أو السمنة عند الأطفال. طبعا كانت هاي السمنه يعني كانوا يقولون عنها عرض او شكل، وكانت طبعا موجوده بس حق كبار السن او يعني اللي من سن 40 وفوق. طبعا احنا في هالايام قاعد نشوف الاطفال الرضع طلاب المدارس قاعد يزيد وزنهم. طبعا مشكله سمنه الاطفال هي بتكون اخطر من سمنه البالغين. ليش سمنه الاطفال؟ لان في الطفل وهو صغير قاعد يكون عدد خلايا وحجم الخلايا، فعنده عدد وحجم. لما يكون الانسان بالغ انت بس قاعد خلاص العدد انت تكون من يوم انت صغيره، فانت قاعد تحكمين بس في الحجم. فالاطفال اذا كانوا وهم صغار وزنهم زياده نسبه 70% بتستمر معاهم السمنه وهم بعد لما يكبرون، يعني لين يبلغون. يا الله، ان ايش قد الامهات، يعني مرات يمكن الموضوع يكون عند الامهات اكثر، ان ولدها اذا شوي دبدوب احنا نقول انه مبين انه هو بصحه، بس وتقول انه يعني عادي انه شوي بيكبر وانه راح يضعف، بس ما توقع انهم يكونوا مستوعبين ان هالكثر ممكن يضرهم. فحق الامهات او اللي حولهم احد ممكن مو بس هي تستفيد تنقل هذه المعلومه، شو تقولين لهم انه مش دليل على الصحه وانت قاعده تضرينا ومستحيل في ام تضر ولدها؟ طبعا في بعض الامهات يعني خاصه الناس الكبار في السن وشيك عبالهم ان الطفل لما يكون سمين انه هو هاي بصحه وعافيه. طبعا يعني هي لازم الام تكون يعني ملتزمه انها تودي الطفل عياده الطفل السليم. هناك طبعا في جداول معينه بيقيسون الطول مع الوزن، فبيقول لها انت طفلك ترى في المعدل الطبيعي، انت طفلك اقل، انت طفلك اعلى. ففي اخصائيين تغذيه موجودين في المراكز الصحيه، يعني الام لما تبتدي تاكل طفلها، يعني انا انصدمت ان اغلبيه الناس ياكلون اطفالهم من 4 شهور 3 شهور يبتدي ايش يطعم الطفل، يعطي شاي ملوبه، يعطي البسكوت الفارلز. هاي المفروض الطفل ياكل من 6 شهور وفوق لان الجهاز مش متهيئ. فيعني في وايد اخطاء
الامهات طيب بيردون عليك امهاتنا بيقول لك ما هذوني اكلتك وانت صغيره ما صار فيك شيء. زين وهاي المثل الحين والسمنه اللي قاعدين نعاني منه امراض السكري اللي موجود قطر ترى المركز الاول في السمنه والسمنه مع السكري من الامراض يعني المزمنه المنتشره في الدوحه يعني وين الصحه؟ ولازم دائما ننتبه حق موضوع ان الياهل اذا كان متين حتى لو انت حابته ترى بيروح في المدرسه بيكون عرضه للتنمر بس بسبب وزنه طبعا. يعني دائما فكروا هل انتم تبوا تضرون عيالكم؟ ما حد يبي يضر عياله. طيب شو الامراض ايضا او النقاط اللي ودك نركز عليها استاذه؟ شوفي اهم شيء الحين الاسباب احنا ليش السمنه طلعت اصلا في اطفالنا؟ ليش الحين الاطفال القطريين فيهم سمنه؟ طلاب المدارس اول حاجه لان اول يعني اعتمادهم حبهم الشديد حق الوجبات السريعه. يعني هو الصبح ما يتفطر، يعني انا اغلبيه الاطفال يجون عندي في العياده الامتحان فاقعد اشوف يعني اسجل تاريخهم فيقول لي انا الصبح ما افطر، يروح المدرسه ولا شيء معه، ما يشرب حتى ماي ولا حاجه. ليه ما يخلص من المدرسه على طول يروح يقول يعني يقول اروح مطعم من الوجبات السريعه. هاي وجبتين. هاي تقريبا اي صف استاذه؟ هذا الله يسلمك في الثانويه في الاعداديه، لان من اللي يعطيهم الفلوس؟ الاهل. هو هاي ما يشتغل ما عنده فلوس فيروح هناك يقول انا اخذ وجبه اللي هي كبيره اللي هي الدبل. طبعا انت تعرفين الحين الوجبات السريعه مو مثل قبل، اخبر يعني احنا على ايامنا كانت الوجبه كانت بعشر بس شيبس صغير الساندويش صغير همبرجر اللحم اكبر حجمه المشروب الغازي صغير. الحين الوجبات السريعه ما صارت مثل قبل، الحين صار سعرها دبل، صارت السعرات يعني انت تعطيني اثنين ساندويتش تعطيني قطعه همبرجر لحم صغيره لا ممكن تعطيني دبل اي لا بها دبل بعد إيه. فانت قبل تعرفين السعرات الحراريه حق هالوجبه، الحين الناس قاعد تاخذ هالوجبات قاعد يشوفون سعرها رخيص يقول لك اشتريها يعني انت قاعد تاخذين السعرات الحراريه مثل ما مثل قبل تدبلت. الشيبس هالكبر، البيبسي هالكبر، اثنين ساندويتش فهي كلها سعرات زياده يعني مش محدده حتى السعرات وفي المقابل ما في حركه. يعني بالذات موضوع يمكن ان الدراسه كانت اونلاين بعد ساهم في الموضوع، موضوع ان الياهال او حتى المراهقين على تليفوناتهم وايباداتهم طول الوقت بعد ساهم انهم ما يتحركون. طيب كلنا نعرف يعني في قراره نفسنا كلنا نعرف ان هذا غلط ونعرف الغلط ان الشيء اللي يسبب هذه الامراض او يسبب السمنه. الحلول بوجهه نظرك؟ شوفي الحلول انا صراحه حطيت مقترحات يعني حلول تكون وقائيه وعلاجيه. يعني الحين احنا عندنا الاطفال يعني المكان اللي بيقعد فيه الطفل 9 شهور هي المدرسه. فيعني هو طبعا السمنه متشعبه مو بس يد واحده مدرسه تشتغل فيها ولا وزاره الصحه، الام الاهل هو الاساس البيت اي البيت والمدرسه، المدرسه لان انت يعني قاعد يكتسب منها. فنتمنى يعني ان مثلا الاكل اللي بينحط في المقاصف يعني هم يبونه من كافيتريات، هو صج ما في شيبس ما في حلويات اوكي بس بعد استل ان الاكل موجود فطاير سندويشات همبرجر فلافل والله في مدرسه انا شفتيها عندهم ورق عنب معكرونه بشاميل. فانت قاعد تجيب هالاكل من كافيتريات ومعاصر مش معتمده ما فيها معايير صحيه. فاحنا نبي احنا كاخصائيين تغذيه موجودين في مؤسسه رعايه بنسوي لهم المنيو نحدد لهم الوجبات بتكون شكل كرتون، نحط لهم ساندويش صحي، فاكهه، نعطيهم تمر، نعطيهم الماي، الروب، حتى العصائر اللي موجوده في المدارس كلها شراب، شراب المانجا، شراب البرتقال، هاي عباره عن ماي وسكر. سكر. يعني انت ما قاعد تجيب لي عصير طبيعي لا، انا ما اقول لك عصير فرش انه تجيب لي اياه، بس مكتوب فيه عصير مع انه اذا اي كل المدارس اذا تعاونوا مع اماكن تزودهم بالاشياء اللي مفيده فعليا بتكون موجوده ومتاحه. فهي اول حاجه نبتدي من نقطه المقصف. هي نفسها فلو إنه يعتمدون ياخذون الفنادق اللي بتسوي الوجبات احنا نعطيهم ونسويها شكل كراتين وتوصل لهم لان الفنادق اول شيء ذاتها معايير يعني ممتازه في النظافه من حيث السلامه السعرات الحراريه بتكون محسوبه واللي يشرف عليها في البدايه كبدايه اذا اخذنا يعني الفنادق اللي هي بتطبخ الوجبات حق الطلاب مستشفى حمد قسم المطبخ هم يشرفون عليهم لانهم عندهم خبره اكثر لان دائما يعطون حق المرضى. انت تشوفي كم يعطون حق المرضى من الوجبات والحمد لله ما في حاله تسمم ما في اي شيء يعني فالمعايير بس يحفظونها يعني يكونوا هم اشرافيين فقط. حلو هاي على صعيد هاي على صعيد. الثاني شيء الطالب في المدرسه يقعد في الصف يعني ياخذ عربي انجليزي رياضيات نفس المكان ما يتحرك فاحنا نبي نسوي قاعات متحركه.
يعني أنا خلاص عندي الحين خلصت حصة العربي دخلت هالفصل، عندي حصة علوم أروح أتحرك، هاي الحركة ما بين فصل لفصل، رحت فصل العلوم خلاص هاي قاعة علوم أقعد أدرس فيها، خلصت أروح الشريعة، الشريعة تكون مجهزة. يعني فالطفل هاي الحركات في المدرسة، أنت تعرفين المدارس على الأقل أنا بضمن أيه؟ أنه يتحرك، لأني ما راح ممكن أضمن أنه يتحرك بعد ما يمل ما يمل ولا يحس نفسه أنه يبي يرقد ويحس أنه هو نعسان. لأن تعرفين إحنا مدارسنا الحين المشكلة هي مكيفة، ودائما أنا كل ما أروح المدرسة وأسوي محاضرات ألاقيهم كلهم لابسين جاكيتات وقاعدين، يعني ما يتحركون، يعني كأنهم في ثلاجة، كأنهم دجاج سادية وقاعدين في هالمدرسة. الفناء اللي مال المدرسة، ساحة المدرسة صراحة كبيرة بس غير مستقلة ولا الطلاب يروحون فيها، فنتمنى يستغلون هاي المساحة يحطون فيها الأجهزة الرياضية اللي نفس موجودة في سباير لنفس الكورنيش. بس أستاذة عشان الوقت معلي المدرسة بعد أنا أقدر أقول لك أنها هي ممكن تكون مبادرات شخصية وممكن يدوسوا لها كنترول برا المدرسة، الوقت اللي قبل النوم وقت الغداء شلون ممكن ولي الأمر يسوي كنترول حق ولده؟ بالنسبة حق يعني شوفي أغلبية الناس كلها أكلهم في المطاعم، يعني صحيح ان البيوت كبرت وفيها بدال المطبخ ثلاث مطابخ وفي خدامات جايبينهم ما شاء الله، يعني فلبينيات يعرفون كل شيء، يعني اذا الام بتقول حق الفلبيني افتح اليوتيوب سوي وجبات صحيه حق الاطفال خليه ياخذها معاه في المدرسه، بتسوي له الساندويش على شكل ورده، بتسوي له الفواكه، بتحط له الخضره. ثاني شيء الام اصلا كل معيشتها برا، الاطفال ما في وجبه يتجمعون فيها، فيعني انا ابي الحين طفلي يكون مثالي، لازم انا كأم كوالدين ان انا لازم اخذ وجبه الافطار، لازم اكل فواكه، لازم اكل خضروات، يشوفون وجبه الغداء، لازم يكون في مواعيد معينه للاكل، نوعيه حتى الاكل اللي تنطبخ في البيت. صح، شوفي في البيت في ثقافه، انت الحين لو بتدخلين داخل المطبخ بتطبخين انت بتعايرين الدهن، بتعايرين بتقولين لحم انا لازم اسوي شيء، وفي بدائل الاكل الصحي من البيت والله ما عمره ابدا جه من المطاعم. صح، يعني المطاعم صارت كل يوم المطاعم تغزو بيتنا وطلبات على طول، والله كل البيوت طلبات طلبات. شوف البطابط اللي بيزعل من كلامنا اتوقع الكلام منطقي شوي بالنسبه له او 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 شايفه ومنتبه له، هذا المقصود ان احنا فعليا ننتبه حق تصرفاتنا، ولو احنا كبرنا وعندنا الخيار عيالنا على الاقل ما لهم ذنب. شكرا استاذه موضي. بس عندي نقطه وحيده اللي بتكلم عنها عن الوجبات السريعه، يعني اتمنى الوجبات مره ثانيه نتكلم في الموضوع. خلاص اسمحي لنا حق الوقت لان فعليا محتاجين نتكلم مره ومرتين في هذا الموضوع. استاذة موضي الهاجري مدير الخدمات التغذيه العلاجيه والمجتمعيه في مؤسسه الرعايه الاوليه، شكرا لوجودك معنا. ومشاهدينا ننتقل معكم الان مباشره الى معرض المنتجات الزراعيه والعسل المحلي في سوق واقف مع الزميل علي النعمه. صباحك بالخير وشلون الاجواء عندك؟ يا مرحبا فيكم مشاهدين ومستمعين قناة الريان، أصبح عليك بالخير زميلتي خلود وأصبح على مشاهدين قناة الريان، ومستمرين معاكم في نقل جميع الفعاليات الصباحية في سوق واقف وبالتحديد من ساحة الأحمد في معرض المنتجات الزراعية والعسل المحلي لعام 2022. مشاهدي الكرام خلنا نأخذ معاكم جولة صباحية كما عهدنا في برنامج صباح رباح ونتعرف أهم الفعاليات وأهم الأجواء الموجودة عندنا في هذا المعرض المحلي للمنتجات الزراعية والعسل المحلي. خلونا نشوف أنواع العسل معنا شنو اليوم، خلونا نتعرف أيضا ونذوق معاهم إيش الجديد عندهم، ونشوف أيضا المزارع القطرية والمناحل القطرية المشاركة معنا اليوم، وخلونا نتعرف على أهم أنواع العسل. وايضا اليوم يعني انا ملاحظ شيء غريب في بعض المحلات المتواجده عندنا مثل النحل، خلينا نتعرف معاك. حياك اني تفضل معي، الله يسلمك. حياك الله يسلمك، عرفنا على انواع العسل اللي معاك. العسل ده عسل سدر، يعطيك العافيه. عسل سدر اي، وده عسل زهور، وهذا عسل زهور. طيب اليوم نشوف ما شاء الله نحل موجود، هذا النحل ايش؟ النحل ده بري بيجي من برا وبعد كده لغايه المغرب خلاص بينتهي ما بيجي ثاني. النحل يكون هذه الفتره الصباحيه. صباحيه للبر. هذا الطبيعي مالها. هذا الطبيعي مالها. هذا الطبيعي. طيب انواع السدر، في ناس تقول لك والله السدر هاي زايد فيه سكر شويه، هذا السدر يكون لا سدر جبلي، ايش الفرق بينهم مثلا؟ السدر الجبلي احسن من السدر فيها سكر، في ناس بيغذوه بالسكر وفي ناس طبعا بالاشجار السدر. اشجار السدر. يعطيك الف عافيه. تسلم. ممكن نجرب معاكم شيء اليوم؟ ان شاء الله. خلينا نجرب معاكم مشاهدينا الكرام نوع من انواع العسل المتواجده معانا في هذا المعرض المحلي المتواجد في سوق واقف، ونشوف ايضا النوعيات اللي مشاركه معانا المناحل القطريه. بيض الله وجهك، شكرا. دي زهور. هذا عسل الزهور؟ نعم نعم، عسل زهور. عسل زهور. انا راح سدر هذا. وهذا عسل السدر؟ نعم. طبعا له فوائد كثيره. لا نعم،
يعطيك الف عافيه، ما قصرت، الله يسلمك. بارك الله فيك. للامانه انواع جدا جميله عندنا في المعرض المحلي للمنتجات الزراعيه والعسل، وايضا نشوف التنافس الكبير بين المناحل القطريه المتواجده معانا، وايضا التنافس الكبير بين المزارع المحليه للخضروات وللفواكه. لكن خلصنا من العسل، خلينا نشوف عندهم الخضروات ايش الجديده عندهم وايش الموجوده معانا وايش الانواع الموجوده معانا. حياك معي، تفضل. نشوف مشاهدينا الكرام بعض المزارع القطريه المشاركه معانا في هذا المعرض المحلي للخضروات. نشوف الكوسه، نشوف الخيار، نشوف الطماط، ما شاء الله الطماط تقريبا ثلاث اربع انواع باحجام مختلفه، نشوف الباذنجان، نشوف الملفوف، يعني انواع متنوعه. اليوم عندنا نشوف مثلا الطماط، ما شاء الله، ايش الانواع المتواجده عندك من الطماط؟ الطماطم عندنا الموجود الله يسلمك في جبلي طبعا اسباني كويس، وطماطم بنك، وده طماطم البلدي طبعا عادي، ده هذا البلدي المحلي القطري. ايوه المحلي ده. نعم. وفي طماطم شوكليت. نعم هذا طماطم تقريبا اول مره اشوفه انا، شكله يعني شوي يسمونه الطماطم الشوكليت او اللون الغامج. ده طعمه حلو خالص ما شاء الله للسلطه وكده يعني مع الزيت. اكيد اكيد اكيد. طيب الاسعار، الناس كثيره تسال ايش الاسعار او ايش يميزكم انتم؟ طبعا الاسعار طبعا على حسب البلديه احنا. نعم. بخمسة ريال يعني بسبعة ريال زي كده يعني. هذا على كم الكيلو؟ ده بثلاثة ريال. المحلي هذا بثلاثة ريال. للأمانة أسعار مناسبة، واللي يميز الخضروات المتواجدة عندنا هني في هذا المعرض في سوق واقف في ساحة الأحمد بالتحديد، يعني التغليف المناسب وأيضا الجودة في المنتج القطري اللي دائما احنا نطمح له، مو بس للمحلي أيضا للتصدير. يعني ما شاء الله تشوف أنواع جدا ممتازة في الجودة، نشوف أيضا أنواع متواجدة معانا يعني ما كنا نراها من فترة زمن، من 10 سنوات 7 سنوات، ولله الحمد. يعني مشكورة وزارة البلدية وأيضا مشكور المكتب الهندسي في رعاية هذا، أو في إدارة سوق واقف في رعاية هذا المعرض المحلي للمنتجات الزراعية والعسل المحلي. أجواء جميلة نعيشها معاكم، وأيضا نشوف تواجد كبير من الزوار، إن كانوا من العوائل القطرية، السواح اللي جايين في قطر، أيضا العوائل المقيمة العزيزة على قلوبنا أيضا في شراء هذا المنتج المحلي، إن كان من العسل أو من الفواكه والخضروات. أكيد راح نكون مستمرين معاكم في تغطية عامة لهذا المعرض يوميا إن شاء الله على قناة الريان. هذا ما لدي، نرجع ليش بالصورة والصوت أختي. شكرا علي، وجولة جميلة، والأمانة الأجواء جميلة، والمعرض مستمر لين بكرة. اللي ما راح إن شاء الله يقدر اليوم يروح أو بكرة. أما الآن مشاهدينا نترككم مع بعض القرارات اللي حدثت في مثل هذا اليوم، ولنا عودة بعد الفاصل. حدث في مثل هذا اليوم 28 من فبراير شباط. في مثل هذا اليوم من عام 1935 اكتشف العالم الكيميائي الأمريكي والاس كارثرز مادة النايلون التي تدخل حاليا في مختلف أنواع الصناعات. وفي مثله من عام 1953 أعلن العالمان الأمريكيان جيمس واتسون وفرانسيس كريك اكتشافهما الرائد للتركيب اللولبي المزدوج لجزيء الحمض النووي المعروف بDNA، الذي يعد من أهم الاكتشافات العلمية في القرن العشرين. وفي مثله من عام 1979 صدر العدد الأول من مجلة ماجد، وهي مجلة أسبوعية للأطفال ما بين سن 7 و14. رجعكم مشاهدينا، ما زلنا معاكم في برنامج الصباح رباح، ووصلنا لفقرة التواصل الاجتماعي، والسؤال كان اذكر الإيجابية في ثلاث كلمات. خلينا نشوف مشاركاتكم معنا. الراحة، السعادة، الأذكار، ظني برب العالمين، عيالي، التفاؤل دائما، الابتسامة، عمل الخير، الدعاء للغير،
وقراءة القرآن بتمعن هو علي هين. خلينا نشوف معكم الهاشتاج، اخترنا لكم هاشتاج الإيجابية. من الإيجابية أن تكون محفزا لأبنائك ومن حولك، كن قدوة وعونا لهم على الخير، افتح لهم مجالات العمل للعمل الصالح وذكرهم بذلك وشجعهم على البر بصوره المختلفة، ومن أهمها الصلاة وقراءة القرآن والأذكار والصدقة وصلة الأرحام والخلق الحسن. أيضا معنا الحديث الإيجابي مع النفس يدفع الشخص نحو الإيجابية، فالإيجابية تبدأ من فكرة مرورا بالشعور لتنتهي بالسلوك، ومن ثم يصبح السلوك عادة. فراقب أفكارك فأنت سيد عقلك وسلطان سفينتك. إذا أردت المضي قدما والنجاح في الحياة عليك بالتفكير الإيجابي. أيضا التفكير الإيجابي طريقك لتبدأ في تغيير الواقع. هذا كانت آخر تغريدة معانا. الإيجابية هي السعادة، السعادة مقرونة بحبك لنفسك ونظرتك للأمور. فأنت شلون تشوف الأمور؟ أتوقع كلنا مرينا بأشياء أو مرحلة سيئة وتوقعنا أنها ما راح تعدي، بس أنها عدت. فأنت بس بإمكانك تغير مشاعرك في هذه اللحظة ونظرتك للأمور أنك تكون إيجابي. ننتقل معكم إلى موضوع آخر. ويتصرف البعض بعض المربيون ببعض التصرفات العفوية التي قد ترى أو يشوفونها المختصين بأنها أخطاء تربوية لها تبعات إحنا يمكن كأولياء أمور ما نعيها. فخلنا نشوف معاكم أستاذة دلال الملا، مدرب تربوي ومرشد نفسي. انا يمكن كثر ما انا متحمسه استاذ دلال على الموضوع ما عرفت حتى شلون ابدا. صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور والسرور والخلود. يا هلا. الصوت عندك تمام استاذ دلال؟ ما تسمعين نفسك؟ لا صوتي ممتاز وصوتك ممتاز، تفضلي. ولله الحمد. طيب، بعض الظواهر اللي يمكن يسوونها أولياء الأمور أو المربين بغير وعي منهم أن الطفل ممكن يحب لعبة أو يكون مستمتع بشغلة ويتعور بطريق الخطأ، فإحنا نجين سكته فنقول له مثلا طق الدريشة ولا طق هاللعبة. فشنو فعليا أبعاد هذا الموضوع بوجهة نظرك؟ بعض الأحيان هذا التصرف يكون عفوي جداً مثل ما قلت يا أختي خالد، وفعلاً هو أنا أقدر أقول يعني تضحكي من كلمتي، من الأمور اللي هي عادات وتقاليد عندنا في مجتمعنا وفي البيئات يعني مختلفة. فإحنا نبحث عن الإجابة الفورية عشان يسكت الطفل. طيب، هل هذا له أبعاد ثانية؟ هل هو ضار في نفسية الطفل؟ هل ممكن يسبب له أشياء مستقبلية؟ خلنا نتكلم عن هالموضوع بشكل سريع. أول شيء، هذه النتيجة الفورية اللي إحنا نبحث عنها بعض الأحيان ممكن تكون مثل ما إحنا نقول في المستقبل يفكر إن هذه الأشياء اللي حواليه أو البيئة اللي حواليه هي سبب مشكلته، فممكن كلها هذه التبعية. طبعاً هي مو سبب مباشر، ممكن أيضاً تحسس الطفل إن مو أنت مسؤول عن تصرفاتك، خلني أنا ألوم البيئة اللي حوالي على المشاكل اللي تواجهني سواء الحين أو لما أكبر. شيء ثاني ممكن تنمي في الطفل أن أنا أقتص من الأشياء أو من الناس حوالي بيدي، باستخدام يدي، يعني يكون يدي عدائي، تكون هي حل المشكلة. أيوة، هي حل المشكلة. أيضا هل إلقاء اللوم على الآخرين وعلى البيئة يضرني أنا كشخصية؟ يعني هل يضر شخصيتي في المستقبل؟ طبعاً مثل ما أنت تشوفين أختي خلود، بعض الأحيان إحنا نشوف ناس دائماً يلومون البيئة اللي حواليهم على تأخرهم الدراسي، على تأخرهم الوظيفي. هذا وعي الضحية. أي مشكلة هم يواجهونها؟ أيوة، دور الضحية، يستمتع بدور الضحية. هل ممكن تكون هذه الحركة اللي نسويها بطريقة جدا عفوية وطبيعية كأولياء أمور، هل ممكن تكون البذرة شيء يستحق التوقف ويستحق التفكير؟ نعم أستاذة، أنا دائما أقول أن اعتبر ولدك خلال 7 سنين، وصححيني إذا أنا غلطانة، خلال أول 7 سنين كأنك حاطة في حوض، أنت قاعد تحط له هذه المكعبات الملونة، فعشان هو يتكلم ويتخالط ويتفاعل مع البيئة الخارجية راح يستعمل المكعبات اللي أنت حاطها له في هذا الحوض. فأنت تختار
شنو المكعبات اللي هو يقدر يركبهم بطريقة يناسب تناسبه. طيب استاذ دلال، شو الأشياء اللي من وجهة نظرك مفروض احنا وايد ننتبه لها خلال الفترة العمرية هذه للأطفال؟ ننتبه وايد للتصرفات اللي احنا نسويها تبرمج الطفل. ننتبه ايضا للبيئة اللي حواليه، هل البيئة تساعد على الإبداع؟ هل البيئة تساعد على حل المشكلات بنفسه؟ مثل ما احنا كنا نتكلم قبل شوي عن مشكلة إلقاء اللوم، أو مشكلة ان احنا ننتشل الأطفال من هذه المشاكل. يعني ولي الأمر تغريح جدا فكرة اني انا كولي أمر خليني أحل المشكلة بنفسي، بدل ما أنا أخلق هذا الجو أو هذه الفرصة لحل المشكلة لهذا الطفل عشان يقدر يبدع في حل المشكلة بنفسه ويستمتع في حلها وتتشكل عنده هذه الخبرات. أيضاً لما إحنا تواجهنا هذه الطيحات البسيطة، الحوادث البسيطة مع الأطفال، هل أنا من الصحي بالنسبة لي أني أنا أبحث عن هذا الحل السريع من غير ما أنا أعزز عنده ثقته بالله، من غير ما أنا أعطيه هذه المشاعر اللي هي المشاعر الإيجابية والجميلة اللي ولي الأمر باستخدام جسد، باستخدام صوت، باستخدام جسده أو صوته يقدر يوصل إياها. فأنا خلال هذه الفترة المهمة في حياة الطفل السبع سنوات مثل ما أنت خلود، أقدر أعزز عنده أشياء جدا جميلة ومهمة. نعم. خلينا نرجع لموضوع الطيحات، يعني يمكن هذا الموضوع اللي إحنا اليوم كنا نتكلم عنه. فوقت لما الطفل يقع أو يضربه شيء، أقدر وايد أسوي أشياء إني أنا ألهيه عن هذه اللحظات. أنا أقدر مثلاً إذا الطفل صغير، أقدر مثلاً شو أسوي؟ أقدر مثلاً إني أنا أقول له واو شوف هذا الشيء، فعلى طول ممكن هو ينتبه للشيء الآخر اللي أنا بشتت انتباهه له. طيب أقدر أيضاً أذكره بأسماء الله الحسنى، لأن الطفل ترى يرتبط بالمواقف، فلما أعزز عنده في هذه اللحظات أسماء من أسماء الله الحسنى ترتبط بالحادثة التي وقعت، مثلاً اسم الله الحفيظ، ليش ما أنا أقول له الحمد لله اللي حفظنا، يتعزز عنده مفهوم الله الحفيظ. خلني أعزز عنده مفهوم الله اللطيف اللي لطف فينا، وجعل هذه الطيحة أو هذه الحادثة بسيطة وليست بذلك الحجم وذلك تلك الخطورة. أيضا أقمنا أضم الطفل يحتاج في هذه اللحظة مع التنظيمات، يحتاج لي البرمجة، أنا أبرمجة في هذه اللحظة على الأفكار اللي أبيه يفكر فيها. صوت يعني نفس اللي ذكرتيه أستاذة، يعني صوتك كأم أو كمربي، تفاعلك مع الموقف هو اللي بيخليه يشتت انتباهه عن اللي صار معه. يمكن الوقت داهمنا، يؤسفني جدا أستاذة دلال، دائما وأبدا الحديث معك شيق إن شاء الله وله بقية. شكرا أستاذة دلال ملا مدير التربوي ومرشد نفسي ومشاهدينا، وكذي وصلنا معكم نهاية حلقتنا اليوم. شكرا على طيب متابعتكم، وسؤالنا لبكرة هو ما هي المهارات التي يجب عليك اكتسابها خلال المرحلة الدراسية؟ نشوفكم بكرة مع مواضيع جديدة، وفي أمان الله.